حالك. والله يقدرون اول شيء ماديا ومعنويا، ويقدرون ناحيه الامن والتجاره، من تمشي التجاره كل تمشي. خاصه تركيا وايران، تركيا قطع المياه وايران مشاكلها كثيره مع العراق، فما اصور اكو دوله مجاوره تساعد العراق. تستطيع دول الجوار مساعده العراق اذا كان الشعب العراقي متكاتف ويبني علاقات متوازنه مع جميع دول الجوار وبالتساوي، فيستطيع ان يستفيد من دول الجوار في كل المجالات الاقتصاديه والزراعيه والصناعيه، جميع الاتجاهات. احنا ما محتاجين دول الجوار، احنا بلد الخير، بلد النفط، بس اللي يفكون من عندنا يا اخي، كل شيء مريد من عندهم. رب الدمار العراق هم دول الجوار. زين؟ ما حد ما اذى العراق دول الجوار. مستفزتنا. تعلم شبابنا على المخدرات، طبب مخدرات وتبيع بالعراق. هسه بالجامعات مخدرات، بالمدرسة مخدرات، بالشوارع هنا مخدرات. الشاب بدل ما يدرس زين ياخذ مخدرات. عطاله يشغلون بنغلاديش، يشغلون العرب، سوري غير السوري، اللبناني بالكوفيات بغير مكان، بالعمال بالعمل بالهذا، والعراقي عاطل العمل قاعد هنا بالشارع. شوف هذا العامل العراقي. ما السعاده؟ ليش السعاده؟ ما السعاده؟ قلت لك جار سيء عندنا، نخلص من هذا الجار السيء؟ انت خلصان.